بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 39 لجينس السيدوموناس. في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنخرج وإحنا مستوعبين كالآتي: السيدوموناس إيريجينوزا بحيث أنه هو الأهم سبيشيز في جينس السيدوموناس. حنعرف الجنرال فيتشرز وحنعرف ما هي المورفولوجي والكلتشر للسيدوموناس إيريجينوزا. الخطوة أو الهدف الثاني حنعرف ما هي الباثوجينيسيس والديزيز اللي بيعملها السبيشيز اللي هو سيدوموناس إيريجينوزا. ثم حنعرف اللاب دياجنوسيس والتريتمنت، وفي الأخير حنتكلم على الأسينيتوباكتر كحاجة قريبة وشبيهة بالسيدوموناس. أول نقطة عايزين نتفق انه في السيدوموناس له اكثر من سبيشيز. السبيشيز الاساسي والمهم جدا والموست امبورتنت اللي هو السيدوموناس إيريجينوزا. تعالوا نشوف الان الجنرال فيتشرز للسيدوموناس إيريجينوزا. اول نقطه واهم نقطه ان هذا الاورجانيزم يحب الماء بشكل كبير جدا، ونتيجه لانه يحب الماء بالتالي التغذيه اللي يحتاجها ضعيفه جدا لانه بينمو في الماء، وبالتالي اي تغذيه بسيطه تكفيه. هذه النقطة الأولى. ولأنه يحب الماء فبالتالي هو قد يكون موجود في حنفيات المياه وقد يكون موجود في الشاور. النقطة الثالثة كمان، هذا الأورجانيزم يحب كمان المويست سويل، يعني في أي تربة رطبة حيكون قد يكون متواجد فيها ويحبها وممكن يكون موجود فيها ويتكاثر فيها. النقطة الثالثة انه كمان موجود في الانتستين. 10% من الناس الهيلثي هيومن عندهم سيدوموناس إيريجينوزا وكنورمال فلورا. هذه النقطة فين بيتواجد وايش بيحب هذا السيدوموناس. النقطة الثانية انه السيدوموناس يعني تخيلوا انه بيقاوم او بيستطيع يعيش في الديسانفكتنت، ولذلك من هذه الخاصية هذه البكتيريا السيدوموناس إيريجينوزا نسميها بكتيريا المستشفيات. عنده قدرة انه يعيش في المحاليل، عنده قدرة انه يعيش في الديسانفكتنت. الصفة الثالثة له انه هذا السيدوموناس إيريجينوزا عنده قدرة انه يعمل حاجة مهمة جدا اللي هي البايوفيلم فورميشن اون ذا سيرفيس. فتخيلوا البايوفيلم فورميشن اون ذا سيرفيس له فيرنس فاكتور مهمة جدا، حنتناولها بعد شوية في الفيرنس فاكتور. النقطة الرابعة انه اوبليجيت ايروبس، ومن اسمها سيدوموناس إيريجينوزا إيرو فهي أوبليجيت إيروبس. النقطة الخامسة أنه له صفة الأوكسيديز بوزيتيف، بمعنى آخر أنه عنده قدرة على إنتاج الأوكسيديز وبالتالي يقول عليه أوكسيديز بوزيتيف. النقطة السادسة أنه نان شوغر فيرمنتر، وهنا حيستغرب أو يتساءل بعض الناس كيف نان شوغر فيرمنتر، من فين حيطلع الطاقة حقه؟ لابد له من طاقة. نقول هو صحيح كفرمنتيشن ما يقدرش يعمل اي شوغر فرمنتيشن، لكن عنده القدره انه يستهلك الجلوكوز باي الاوكسيديشن، فيطلع الطاقه هنا من استهلاكه للاكسجين باي الاوكسيديشن، لكن كفرمنتيشن ما يقدرش يعمل فرمنتيشن. النقطه السابعه انه مالتي دراج ريزيستنت، واحنا تكلمنا عليها في زمان في الجنرال باكتيرولوجي، قلنا انه في السل وول حقه في البورينز. البورينز في السبيشيز السيدوموناس إيريجينوزا قد تكون عددها قليل ومشكله، وبس انه الفتحه حقها فيري نارو او قد تكون غايبه تماما، وبالتالي ما يقدرش الانتي بايوتكس يدخل، ومن هنا يصبح هذا الاورجانيزم مالتي دراج ريزيستنت. هذا بالنسبه للجنرال فيتشرز. بالنسبه للمورفولوجي اند الكالتشر، اول نقطه انه ده جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل ومعها بولر فلاجيلم وسام سترين منها كابسوليتد، وبالتاكيد نان سبور فورمينج. بالنسبه للكالتشر بينمو طبعا هو اوبليجيت ايروبس، يعني احنا بنقول هايلي ايروبيك، يعني بيحب الاكسجين بشكل كبير، وبالتالي بينمو على نيوترنت اجار وانكوبيتد ات 37 ديجري سنتيجري فور 24 اورز. لو ما ننميه على نيوترنت اجار الاورجانيزم ده قادر انه يطلع تو بيجمنتس نسميهم تو اكزو بيجمنتس، واحده نسميها بايو سيانين والثانيه نسميها البايو فيردين اللي هي الجرين فلورسنت. ولما نخلط اللون الاخضر مع اللون الازرق الغلبه دائما تكون للون الاخضر او نسميه اخضر مزرق، ومن هنا انتم شايفين الطبق انه لونه مخضر. هذه المين كاركترز بالنسبه للسيدوموناس إيريجينوزا. الباثوجينيسيس، في الباثوجينيسيس حنبدا اولا بالفيرنس فاكتورز. ما هي الفيرنس فاكتور اللي يمتلكها السيدوموناس إيريجينوزا؟ اول فيرنس فاكتور يمتلك البلاي، واكيد جرام نيجاتيف حيمتلك البلاي. البلاي حتساعده في عمل الاتاتشمنت.
النقطة الثانية إنه كمان لأنه جرام نيجاتيف معه عنده توكسين، فبالتالي لو وصل للدم حيعمل سيبتك شوك. الفيرونس فاكتور الثالث إنه معه إنزيمات زي الإليستيز زي البروتيز، هذه بتكسر الأشياء الموجودة في التشو كبروتينز وبتسهل قضية الإنفيجن أو بتسهل قضية السبريدينج. النقطة اللي بعدها في قضية إنه معه فيرونس فاكتور اللي هو الإكزوتوكسين A. الإكزوتوكسين A تطلع السيدومونس إيريجينوزا ويعمل بروتين إنهيبيشن أو بروتين سينسس، ما يخليش يحصل بروتين سينسس. لما ما يحصلش بروتين سينسس يحصل سيل ديث، فلما يحصل سيل ديث يحصل نكروزس، ومثله مثل قضية الدفتيريا توكسين في الأكشن حقه تماما، فيحصل إنه مع لو في أي ووند حيكون فيه كمان نكروزس. عنده القدرة على قضية زي ما قلنا البايوفيلم فورميشن، وهذه من أهم الفيرونس فاكتور. البايوفيلم فورميشن إيش هو؟ هو عبارة عن ميوكس وبوليساكرايد، يعني تجمع البكتيريا فوق بعض، تجمع بشكل ستيكي، ولما تتجمع تروح تطلع ميوكس وتطلع بوليساكرايد، ولذلك يسموها ميكو بوليساكرايد ماتريكس، فبتكون في هالة محاطة بالبكتيريا المتجمعة. هذه طبعا بتعطي البكتيريا قوه غير عاديه. اولا بتحيد الجهاز المناعي تماما بشقين، النيت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي. كيف؟ هنا حيتجي النتروفيل، ولانه في زي ما قلنا في ميوكس وفي بوليساكرايد مش حتقدر تعمل فاجوسايتوزس كنيت اميونيتي. كمان الاكوايرد اميونيتي حتيجي السايتوتوكسيك تي سيل حتحاول تعمل انها تلتصق في عمليه ميوكس وفي بوليساكرايد مش حتقدر تلتصق. بالاضافه كمان الانتي باديز اللي جاي عاوز يلتصق فما هوش قادر يلتصق، فبالتالي حيد الجهاز المناعي بشقيه كانيت اميونيتي وكاكوايرد اميونيتي. النقطه التي بعدها كمان اهميه البايوفيلم فورميشن، الانتي بايوتكس حتيجي الانتي بايوتكس فمش حتقدر اطلاقا انها تصل على اعتبار ان في الميوكس وفي بوليساكرايد، فبالتالي البايوفيلم فورميشن له فيرونس فاكتورز فيري امبورتنت. غير كده تخيلوا البكتيريا المتجمعة دي مع بعض بتتبادل قضية الجينيتك ماتيريالز بينها البين، فبالتالي ممكن تصبح وهي إحدى الأسباب إنها مالتي دراج ريزيستنت. يعني تخيلوا بكتيريا جنب بكتيريا جنب بكتيريا، ممكن يحصل بالترانسفورميشن بقضية البلازميد ترانسفير، فحتنتقل جينيتك ماتيريالز من بكتيريا إلى بكتيريا، فبالتالي حتكسب البكتيريا دي صفات جديدة أو كمان حتخليها مالتي دراج ريزيستنت. إذن الآن تعالوا نشوف الديزيز، والديزيز إحنا لا يكونوا نوزوكوميال إنفكشن يعني في الهوسبيتالز، وأشهر ديزيز تعملوا السيدوموناس إيريجينوزا في الهوسبيتال اللي هو الـ UTI إنفكشن. كيف حيحصل UTI إنفكشن؟ واحد في المستشفى عاوزين يركبوا له قسطرة، القسطرة اللي ركبوها له ملوثة كونتامينيتد بالسيدوموناس إيريجينوزا، فعملوا القسطرة فدخلوا البكتيريا إلى البلادر، فبالتالي حصل UTI إنفكشن. هذه النقطة الأولى في الـ UTI infection. النقطة الثانية إنه بيحصل respiratory infection، شخص مريض في العناية المركزة ومعه فنتليتر، الفنتليتر ده contaminated بالسيدوموناس إيريجينوزا، جاء شخص آخر عملوا له فنتليتر انتقل البكتيريا، فبالتالي حتعمل respiratory infection. النقطة الثالثة اللي هو بنسميها الـ chronic lung infection، خاصة في البيشنت اللي عندهم cystic fibrosis. أي بيشنت عنده cystic fibrosis وتعرض لسيدوموناس إيريجينوزا حيحصل عنده كرونيك لانج انفكشن. ما هو السيستيك فايبروسيس؟ هو عباره عن جينيتك ديزيز بتحدث مشكله او في مشكله في الاكسوكراين جلاند، فبالتالي اكيد في اكثر من اورجانز حتنصاب من ضمنها قضيه اللانج. في النوزوكوميال انفكشن اكيد الووند سيبسس حيحصل لانه بتتم المجرحه في المستشفيات، وقلنا ان السيدوموناس إيريجينوزا بتقاوم الديسانفكتنت وموجوده في السوليوشنز، فلو في اي كونتامينيشن حتحدث الووند سيبسس. النقطه الخامسه اكيد منينجايتس، لو واحد اخذنا له عينه من السي اس اف وعملنا لامبر بانكتشرز وما عملناش يعني كومبليت سيبتيك كونديشن، فلو في كونتامينيشن بسيدوموناس إيريجينوزا حتدخل السيدوموناس الى السي اس اف وحتعمل حتوصل للمينينجيز وحتعمل مينينجايتس. النقطه اللي بعدها في النوزوكوميال انه ممكن يحصل فيتال سيبسس، لكن هذا مش حيحصل الا الناس اللي هم اميونو كومبرمايز بيشنت، واذا حصل فيتال سيبسس بالتاكيد حيحصل عمليه الشوك لانه هناك جرام نيجاتيف حيخرج الاندوتوكسين وبالتالي حيحصل سيبتيك شوك.
هذا بالنسبة للنوزوكوميال انفكشن. لكن هناك ديزيز تعملها كوميونتي اكوايرد انفكشن، واحد منها قضية البيرن سيبسيس. اي شخص بيتعرض لحريق، واحدة من البكتيريا اللي نخاف منها على طول هي سيدوموناس اريجينوزا. النقطة الثانية اللي هي الاوتايتس ميديا، يسموها سومرز اير. لو واحد مثلا بيلعب بمفتاح في اذنه وعمل ابريشن في اذنه ونزل مسبح والماء له فترة كبيرة ما تغيرش، احتمال ان الماء ده ملوث بالسيدوموناس اريجينوزا حيوصل للاذن والاذن فيها ابريشن، فحيدخل وحيعمل الاوتايتس ميديا. النقطة الثالثة في الكوميونتي كمان الكورنيال ألسر إن كونتاكت اللينز يوزرز. طبعا للأسف اللي بيستخدموا البنات اللي بيستخدموا العدسات اللاصقة فيها خطورة، لأنه العدسة اللاصقة أكيد تنطرح في سوليوشن، فالسوليوشنز ده تخيلوا لو له فترة أو تلوث السوليوشنز ده بسيدوموناس إريجينوزا، فجاءت أثناء ما تركب العدسة فحصل كده أبريجنز في الاي، فلما يحصل ابريشنز في الاي العدسه دي كونتامينيتد بالسيدوموناس اريجينوزا، فحيحصل انفكشن، ولو ما يحصل انفكشن لو ما يحصل هيلينج يحصل هيلينج بالفايبروسيس، فبالتالي تؤدي الى العمى، فبلاش العدسات اللاصقه. النقطه التي بعدها اللاب دايجنوسيس، كيف نعمل لاب دايجنوسيس بالسيدوموناس اريجينوزا؟ اول نقطه السبيسمن، بالتاكيد السبيسمن بناخذها اكوردنج للسايت اوف انفكشن. هنا خلونا ناخذ مثلا السبيسمن اللي هي البص، حناخذ البص، واحده من الكاركترز ان البص ده او الوند ده صاحبه مصاب بالسيدوموناس اريجينوزا بيكون في جرينش بلو زي ما انتم شايفين في الصوره، وحتكون هذه البرزنتيشن متاحه لكم حتشوفوها عن قرب. حناخذ عمليه السواب من البص، حنعمل اللي هو السمير وحنصبغ السمير بجرام بالجرام، حنشوف جرام نيجاتيف باسيلاي امانج البص. النقطة الثانية حنروح نزرع في النيوترال أجار وحنشوف الكاركترستيك اللي هي جرينش كالوريشن زي ما انتم شايفينها في البليت. غير كده ان احنا واحدة من المين كاركترز للسيدوموناس اريجينوزا في الكلتشر ان احنا بنشم رائحة العنب، فبتكون واحدة من الكاركترز ان دي كمان سيدوموناس اريجينوزا. اكيد بنعمل بايو كيميكال رياكشن، نعمل اوكسيديز بوزيتيف حتطلع، اكيد الاوكسيديز حتطلع بوزيتيف. بالتاكيد لما نعمل شوجر كفيرمنتيشن ما في اي شوجر فيرمنتيشن، لما نعمل بايو كيميكال رياكشن الاندول حيطلع نيجاتيف وكمان الميثايل ريد نيجاتيف والفوكس بوسكار نيجاتيف والستريت حتطلع بوزيتيف. قد احد منكم يسال سؤال، كيف انت قلت في محاضره اذا طلع الميثايل ريد نيجاتيف فاكيد الفوكس بوسكار بوزيتيف، كيف طلع هنا الاثنين نيجاتيف؟ لانه ما في فيرمنتيشن هنا اطلاقا، البكتيريا ليست قادره انها تعمل فيرمنتيشن، والميثايل ريد والفوكس بوسكار هو بيقيس الفيرمنتيشن. كمان في البايوكيميكال رياكشن ممكن نعمل عمليه بقضيه الاناليتيك بروفايل اندكس ونعمل كمان الفول ايدنتيفيكيشن، لكن بالاشياء البسيطه وبالمين كاركترز نستطيع انه نشخصها بدون استخدام الاي بي اي سيستم. التريتمنت احنا زي ما قلنا قبل شويه انه دي البكتيريا مالتي دراج ريزيستنت. ليش مالتي دراج ريزيستنت؟ لانها في بورينز اللي موجوده عليها يا تكون نارو وكمان عددها قليل او تكون غايبه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه البايوفيلم فورميشن، البايوفيلم فورميشن زي ما قلنا اولا في عمليه ميوكس وفي بوليساكرايد فحيحيد او حياكت از ا بارير ضد الانتيبايوتكس. غير كذا انه تجمع البكتيريا مع بعضها البعض بتتناقل قطع وراثيه او جينيتك ماتيريالز، هذه الجينيتك ماتيريالز قد تسهم في انها تكون مالتي دراج ريزيستنت، ولذلك الانتي بايوجرام سستبيليتي ماست بي دان في هذه الحالات. لكن من ضمن الادويه اللي بتستخدم اللي هو البنسلين وال تيكاسيلين ككومباينيشن في التريتمنت. النقطة الثانية بتستخدم البنسلين والأمينو جلايكوسايدز كمان ككومباينيشن. ده بالنسبة للتريتمنت. بالنسبة للسبيشيز الثاني اللي هو الأسينيتوباكتر، أهم واحد في الجينس أسينيتوباكتر اللي هو بنسميه أسينيتوباكتر بوماني. أسينيتوباكتر بوماني هو الموست امبورتنت والموست كومن. تعالوا نشوف الجنرال فيتشرز له. اول جنرال فيتشرز للاسينيتوباكتر بوماني كالاتي،
نفس الوضع، بيحب الماء بشكل كبير، بيحب عملية مثلا المويست سويل. النقطة الثانية كمان انه ريزيست للميني ديسانفكتنت، فبيعيش في بعض الديسانفكتنت. النقطة الثالثة كمان انه يستطيع، اللي هو اسيلوباكتر بوماني، يستطيع انه يعمل بايوفيلم فورميشن، وده حيمكنه او حيعطيه صفات إضافية. النقطة الرابعة انه كمان الاوكسيديز هنا اوكسيديز نيجاتيف، بمعنى اخر لا يمتلك الاسيلوباكتر اللي هو انزيم الاوكسيديز. النقطة الخامسة انه من ضمن الجنرال فيتشرز له انه بيكون موجود الاسينيتوباكتر بوماني موجود في المويست انسترومنتس وفي الدراي سيرفيس، وبالتالي هذا ما معناها نسميها كده، نسميها ديفايس اسوشييتد انفكشن، بمعنى اخر لو اللي هي سيرجيكال تولز تلوثت بالاسينيتوباكتر بوماني حيحصل نوزوكوميال انفكشن. النقطة الثانية المورفولوجي عند الكالتشر، اكيد جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي نان موتايل، سلالات منها كابسوليتد ونان سبور فورمين. الكالشر بتنمو على البلد المكونكي اجار وبتنمو على البلد اجار، لكن لها سيلكتيف ميديا، سيلكتيف ميديا يسموها الكرومو اجار. الكرومو اجار يعتبر سيلكتيف ميديا للاسيميتوباكتر بوماني. الديزيز اللي بتعملها، اول ديزيز بالتاكيد في نوزوكوميال نيمونيا، خاصه في الهوسبيتالز وبالتالي خاصه في الناس اللي بيستخدموا الفنتليتر. النقطه الثانيه في الديزيز اللي هو كمان يو تي اي، لو الكاتيترز ملوثه بالاسينيتوباكتر بوماني حتدخل للمثانه وحتعمل يو تي اي انفكشن. النقطه الثالثه كمان لو حصل انه احنا قلنا انها موجوده في السيرجيكال تولز، ممكن يحصل لها كونتامينيشن، فلو حصل انه عمليه بالسيرجيكال تول الملوثه دي حتوصل البكتيريا الى الدم، ومن الدم حتعمل نوزوكوميال سيبتسيميا، وبالتالي حتؤدي الى سيبتسيميا ومشاكلها. طبعا على اعتبار انها جرام نيجاتيف كمان حيحصل اللي هو عمليه الاندوبلازميك شوك. طيب النقطه الرابعه اللي هو البيرميسيبسيس، اي حريق احنا نشك حقيقه في اي حرق يحصل، نشك في سيدومونس اريجينوزا وكمان نشك في الاسينيتوباكتر بوماني. اللاب دايجنوست حقها كمان سهل جدا، ممكن احنا نزرعها على المكونكي وتعطينا الليت لاكتوز فيرمنتر، نزرعها على البلد اجار وما تعطيش اي هيموليتك، لكن الاهم ان احنا نزرعها على الكرومو اجار وهو سيلكتيف ميديا، والكولون اللي تطلع كاركترستيك اللي هي ريد كولونيز. هذه بالنسبه للسيلكتيف ميديا. البايوكيميكال رياكشنز اوكسيديز نيجاتيف كاتاليز بوزيتيف، بتعمل عمليه ما تقدرش تعمل ريدكشن للناتريت، ما تقدرش تعمل شوجر فيرمنتيشن، لكن السيتريت بوزيتيف. كمان ممكن للتشخيص نعمل الاي بي اي سيستم، وقضيه الاي بي اي سيستم ممكن يستخدم في اي ايدنتيفيكيشن لاي سبيشيز ممكن نستخدمه، ونستخدم كمان مع الفايتك سيستم. التريتمنت اللي ممكن يستخدم هنا اكيد هي حتكون مالتي دراج ريزيستنت بالتاكيد، وبالتالي لابد نستخدم كومباينيشن اوف انتي بايوتكس، البيبراسيلين والتريزوماكدام، امانوجلوكوسايد، الكابابينينز، دي من الانتي بايوتيك اللي المفروض تستخدم. وكمان لا ننساش انه لابد انها تتعمل انتي بايوجرام سستبيليتي تيست. كنت معكم فيما مضى حول السيدوموناس اريجينوزا، وتكلمنا على الاسينيتوباكتر معها. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.